جزء من قيمتنا هو تاريخنا، مش بس انتصاراتنا، هو تاريخنا وحضارتنا وإرثنا الثقافي والحضاري. فتجد علماء آثار بيتوصلوا للاكتشاف الحلم. إيه ده بقى؟ يعني إيه؟ طيب خلونا نحاول نفهم بقى. دكتور علا العجيزي أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الآثار، أهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم. ازاي الصحه؟ معلش انا طولت حبه يعني، بس انا كثيرا ما اتهم بان انا عندي شوفينيه مصريه من كتر حبي في الحضاره المصريه القديمه. كلنا الحقيقه كلنا، ايه ليه بنتهم هذه الاتهامات مع انه احنا اعتزازنا بحضارتنا وبثقافتنا المفروض يبقى اكبر من كده كمان؟ مفيش شك ان احنا لازم نكون فخورين جدا بحضارتنا وبتاريخ بلدنا يعني. صحيح، ويا ريت كل الشباب يعرفوا الكلام ده. صحيح جدا. دكتور علا، ايه هو الاكتشاف الحلم؟ يعني ايه اللي حصل؟ والله يعني هو الواقع ان هو اكتشاف مهم عشان وجوده في منطقه سقاره اللي هي مليئه بالاكتشافات، وخاصه في الموقع اللي احنا بنشتغل فيه اللي هم رجال رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثاني، رجال الحرب في فترة رمسيس الثاني، العسكريين كلهم اللي كانوا اختاروا منطقة سقارة لتكون مدفن لهم. فكل عام بنكتشف مقابر جديدة لشخصيات مهمة جدا في فترة الملك رمسيس الثاني ووالده أيضا الملك سيكس الأول. فالفترة دي كانت فترة عظيمة من الانتصارات والبعثات الحربية المهمة جدا في عهد رمسيس الثاني. المقبرة اللي احنا اكتشفناها الموسم السابق لشخصية مهمة في هذه الفترة، الشخص يدعى فتاح، كان يعمل كرئيس الماشية ورئيس كل ما هي قرابين مصر العليا والسفلى، وكان يشرف على المعبد المهم جدا اسمه معبد ملايين السنين في عهد رمسيس الثاني في منطقه طيبه. وبالرغم من عمله في منطقه طيبه واهميه المراكز اللي كانت عنده في منطقة طيبة، ولكنه اختار منطقة سقارة ليدفن فيها مع بعض رجال الدولة ورجال الجيش المصري في هذه الفترة. فالعظيم في هذا الاكتشاف اننا هذا الموسم الاخير توصلنا الى اكتشاف التابوت لهذا الشخص، وقليلا ما نجد تابوت لنفس شخص صاحب المقبرة في بئر الدفن في المقبرة. ولذلك أطلقت عليه كلمة الحلم. الحلم لنا جميعا أننا نجد تابوت للشخصية الأساسية وصاحب هذه المقبرة. طبعا كان اكتشاف غير متوقع ربما، ولذلك نقول عنه الحلم، لأننا عادة ما نجد المقبرة خاوية كل الآثار الهامة اللي فيها، نجد بعض الكسرات فقط من الثوابيت لأصحاب المقبرة، ولكن في هذه المرة وجدنا التابوت بالكامل. حقيقي أنه فاضي من الداخل، لا يعني ما فيهوش موميا زي ما عادة بنجد، ولكن كل هذه المقابر كانت قد سرقت من قبل. وطبعا كل من يسرق المقابر يهتم بالمومياوات لما بها من كنوز، احيانا تمائم ومن الذهب، لفائف هامه جدا للموميا. ولكن للاسف كلما وجدنا يعني كل اللي انا عاصرته في فتره ال 15 سنه اللي انا حفرت فيها في منطقه سقاره كانت التوابيت خالية، والمنطقة والمواقع كلها سرقت من قبل في فترات سابقة، يعني مش فترات حديثة ولكن منذ القدم ربما على فترات مختلفة، يعني ما اقدرش اقول اني فترة فيهم. ولكن التابوت نفسه يعني تابوت عظيم من الجرانيت الوردي،
وضخم وعليه المناظر المعتاده على توابيت الدوله الحديثه، اللي صاحب التابوت غطاء التابوت على مشكل على هيئته بوجهه والذقن المستعار، والرموز الدينيه التي تغطي الصدر المتوفى، وهو اساسا الالهه نوت الهه السماء التي تحمي المتوفى باجنحتها التي تحيط بصدر المتوفى، بالاضافه الى مناظر الالهه المختلفه او المعبودات المختلفه التي برضو دورها الاساسي حمايه المتوفى وتاكد من بعثه في العالم الاخر في سلام. طيب دكتور، كل هذه المناظر وجدت على هذا التابوت. دكتور هقول انا يعني عندي فكره غريبه طبعا في مخي، دي اللي بنيت عليها السؤال، انه هل هذا التابوت ما فيهوش ولا حاجه صغنططه من المومياء ممكن عن طريقها اقدر اعرف الدي ان ايه؟ لا للاسف البقايا التي عثر عليها حاجات يعني عظام بسيطه جدا، بقايا عظام بسيطه جدا، واحده يعني بسيطة قوي قوي، ممكن الواحد لو حللها ممكن يوصل للديان ايه، انما يعني التابوت خالي، وربما ان حتى اللي احنا لقيناه ما يكونش بتاع الشخص نفسه. وارد يعني صح، التوابيت المقبرة بتتقلب كتير قوي قوي. ولكن حتى وجدنا ملتصق بجدار التابوت بعض بقايا الذهبية بسيطة جدا بسيطة جدا، وتدل على ان الشخص ده شخص مهم يعني، او انه اللي دفنه كانت دفنة غنية يعني. يعني دي نتائج بنطلعها من لا شيء تقريبا يعني، من حاجات بسيطة قوي قوي. الراتنج اللي كان ملتصق بالموميا بعض الاثار بتاعته كانت موجودة في التابوت، ولكن لا وجود للموميا نفسها. اولا يا دكتور انا عايز اشكر حضرتك جدا 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 على هذا الاكتشاف ده اولا، ثانيا على قبول المداخله. دكتور علا العجيزي، استاذ اللغه المصريه القديمه، كليه الاثار، جامعه القاهره، والعميد الاسبق لكليه الاثار. يا ساده يا كرام، على ما يبدو احنا هيبقى في عندنا كم اكتشافات هنتخض منه في الفترات القادمه. بالمناسبه هو احنا كمان خلال الكام سنه الاخر بدانا نكتشف حاجات كتير جدا وبعثات مصريه 100%. خد بالك مصر كل شبر فيها ينطق تاريخ، فانتم متخيلين كم اللي بيتعمل؟ طيب انت متخيل المليون وشويه كيلو متر مربع دول احنا ممكن نلاقي فيهم ايه؟ طيب هنشوف.